الجمعة طلعتها والغزال لفتتها ملزوم عليها اشتاق يا سترة العشاق او يا سترة العشاق يا حلوة الاوراق ملزوم عليها اشتاق يا سترة العشاق او يا سترة العشاق. الاستقبال اللي قاموا فيه أهل الكويت اليوم في المطار شيء لا يمكن أن أستطيع أن أرد في يوم من الأيام. هذه المشاكل أثرت على نجوميتك؟ نوعا ما. خليتك تتراجع شوي؟ نوعا ما. وغيرك من الأسامي تسبقك؟ نوعا ما. يمكن هي تتعامل مع منتج ما يبيني. I don't know. ممكن بدال لا ييون يحطون محمد يحطون عيالهم. I don't know. عشان كذي اليوم أنت مو قاعد تشتغل؟ لا يمكن لأن أنا شوية حقاني. أنا شوية ما أجامل. أنا ما أقعد أنافق منتج علشان أشتغل. ما اروح ارافق عياله علشان اشتغل. المطربة ولاء الجندي عازفة للعود عاشقة للفن العربي الأصيل. قال لي كم كلمة يشبهون اسمك. تغنت بأجمل أغاني الفنان الراحل محمد عبد الوهاب في أول ظهور لها ببرنامج The Voice الموسم الثالث. ضيفتنا ولاء الجندي غدا في ليالي الكويت. كثيرا النفاق. عبد العزيز خالد مفرج بالنسبة لي أكثر من أخ صديق وعمر قضيت وياه طول حياتي، فلذلك أنا متأثر بتأثير فرح بوصول سالم والحمد لله. يا والله احنا مستانسين بعودته سالم غانم، وان شاء الله ان شاء الله انه مشافه معافى دوم يا رب. تاريخ من الفن الكويتي الجميل، تاريخ من الاعمال الوطنيه الراسخه في القلوب والاذهان، في القلوب والوجدان. فناننا الكبير شادي الخليج، نورت الكويت ونورت الساحه الفنيه. الحمد لله على سلامه عودتك والحمد لله على سلامه صحتك. يا حياك الله، اهلا وسهلا فيك وأهلا فيكم جميعا. الحقيقة ما قصرتوا جميعا، سؤالكم عني بشكل دائم ومستمر واستقبالكم لي الاستقبال الرائع اللي لا يمكن أن أنساه طول حياتي، وأرجو أن أستطيع أن أرد ولو جزء بسيط من أفضلكم علي. صلى الله يحفظك أستاذي. في البداية محبينك ومتابعينك وأهل الكويت ودهم يعرفون عن استقبال سيدي صاحب السمو لك والدنا وقائدنا، الحديث اللي دار بينك وبينه، شنو قلت له؟ شنو سمعت منه؟ قائد لعمل الإنسان، المسمى هذا مو شيء سهل، هو قائد لعمل الإنسان. صاحب السمو الأمير يسألون الناس بعد المقابلة أنه شنو هذا اللقاء اللي كله حميمية. أنا علاقتي بصاحب السمو من 57 سنة ما شاء الله، من سنة 60 كان رئيس وزارة الشؤون الاجتماعية أو دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وكان بوقتها مدير الإدارة بمثابة وكيل وزارة الشؤون الأستاذ محمد رجيب رحمة الله عليه.
وغنيت أول أغنية اسمها لي خلينا حسين سنة 60، ومن ذلك الوقت إلى اليوم وأنا علاقتي بصاحب السمو الأمير متواصلة في كثير من الأمور ألجأ إليها دائما وأبدا. ولهذا يعني مو معي أنا بس صاحب السمو الأمير يقابلني كمواطن بهذه الصورة، احنا في الكويت كل المواطنين اللي يبي أو يريد أن يقابل صاحب السمو الأمير ما في أي حواجز، أبواب مفتوحة ويقابلهم بكل صدر رحب وبكل ترحاب. هذا صاحب السمو الأمير، هذا قائد العمل الإنساني، عسى الله يطول في عمره. واللي سواه وياي أعجز أقوله وأقوله وأقوله إلى أن أموت، عسى الله يطول عمره إن شاء الله. والله فرحنا فرحنا بشوفتك الله لما جيت. الله يحفظك حبيبي، تستاهل. الله يحفظك، عملت أكثر. الله يحفظك، الله يحفظك ولبلدك. الله يحفظك، الله يحفظك. احنا شفنا اليوم في حفل استقبال عودتك أهل الكويت ومحبينك والفنانين مجتمعين كلهم في استقبالك، شنو شعرت وانت تكون في المطار وتشوفهم امامك؟ يعني خلال اليوم شاشه تلفزيون دوله الكويت من خلال برنامج ريال الكويت، شنو ودك تقول لهم؟ بكوني هم، ما قدرت مالك نفسي. يعني وايد 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 شيء يعني كان غير طبيعي. شنو هالحب هذا، شنو هالتقدير اللي انا شفته؟ يعني لا يمكن أن إنساني هذا إلى أن أموت، ما يمكن أبد من مرة طولت العمر. فما أقدر إيش أقول لهم، ما أقدر أرد لهم شيء إطلاقا، شيء سووه غير عادي غير طبيعي. وهذا الشيء مو بعيد، مو شيء كثير عليهم، لكن فعلا يعني كنت مضغوط، ما أقدر أتحمل اللي سووه هذا إطلاقا. فكثر خيرهم والله يعطيهم العافية وما قصروا، ويعني الحقيقة أنا ممتن لهم إلى أن إلى 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 أن يعني يكتب الله ما في الخير إن شاء الله. الله يعطيك طول العمر إن شاء الله. أستاذ عبد العزيز، يعني إحنا عارفين خبر حصري وخاص لمشاهدين ليالي الكويت، نعرف أن هناك عملين عاطفيين حبسين الأدراج، يعني متى تفرج عنهم ونسمع ونشوف يعني حتى محبينك يسمعون جديدك؟ هذا يا عمان سجلتها طال عمرك قبل الاحتلال، فيهم عملين قبل الاحتلال فترة طويلة والله. إيه يعني أنا صار لي ممكن شكل 25 سنة تقريبا، يعني تخيل تسمع شهادة الخليج ما قبل 25 سنة. يعني التسجيل والألحان والكلام في الثلاث أعمال هذه لو أذيعوا إن شاء الله وكتب لهم في أن يخرجون إلى حيز النور، الناس راح تشوف شيء غير عادي. بس أنا كل أتمنى أن معالي وزير الإعلام والأستاذ الوكيل يأمرون يقولون يا شهد الخليج هات اللي عندك وأنا حاضر ومستعد لتقديم الأعمال الموجودة عندي عشان يعني نفرج عنهم عن الناس حتى تستمتع الناس ونسمع يعني شهد الخليج في أعمال من نابعة من هذه الأرض من ألحان الأستاذ غنام ديقان كلهم الثلاثة، وفيهم اللحن الكبير كلمات الله يشفيه الأستاذ مبارك الحديبي وألحان الأستاذ غنام، والثاني رحمة الله عليه الكلام حق الأستاذ عبد الله الدويش رحمة الله عليه الأديب معروف شاعر، واللحن الثالث الأستاذ الشاعر يعقوب السبيعي. جمهورك ومحبينك في جميع أنحاء الوطن العربي منهم أنا، نتمنى نشوفك في دار الأوبرا تقدم لنا يعني حفل خاص. في هناك خطط مستقبلية في دار الأوبرا ممكن؟ إن شاء الله إن شاء الله. أنا الحقيقة بس شوية شد حيلنا شوي بإذن الله، وأنا حاضر علشان نعد الحقيقة عمل فني يليق بالمستمعين ويليق بأهل الكويت عشان يسمعون شهد الخليج في دار الأوبرا
وشهد الخليج لها. صحيح. لأن شهد الخليج هو من أسس المسرح الاستعراضي الغنائي في الكويت. أكيد. فبدأت يعني أحاول أن أقنع المسؤولين في ذلك الوقت عن النشاط المدرسي وعن يعني ما يقدم في مثل هذه البرامج. فبدأنا بعدها في أول أوبريت اللي هو سندباد من مذكرات بحار، وكانت هذه أول بداية لانطلاقة المسرح الغنائي الاستعراضي في وزارة التربية وكان في الكويت بالذات. أستاذ عبد العزيز خالد المفرج، يعني شنو سبب تسميتك أو اللقب شاد الخليج؟ يعني في ناس تتساءل. شاد الخليج كان أستاذ حمد الجيب الله يرحمه، مثل ما قلت لك مدير وزارة الشؤون أو دائرة الشؤون، كان مسؤول عن مركز الفنون الشعبية وأنا أحد أعضاء هذا المركز. فلما سوينا أغنية لي خيل حسين وقتها طبعا العادات والتقاليد كانت ما تخلي الواحد إنه هو يسفر عن اسمه أو يعني يظهر اسمه للناس، وطلع حط لقبني باسم شادي الخليج وخرجت فيه للناس، وكانت أغنية لي خيل حسين وتوالت بعدها. بس طبعا بعد لي خيل حسين لما طلعت الناس تتساءل، تعرف الكويت صغيرة. فبعدين الوالد التقوا في جماعة في السوق يباركوا له، يقول مبروك أبو عبد العزيز. على شنو مبروك؟ قال له الله الحين تغبي علينا ولدك شهاد الخليج. قال والله أنا ما ولدي شهاد، ما أعرف أنا أثرى مسكين، ما قلت له أنا ولا أدري. فطبعا شوية زعل علي، لما رديت ما سامحت منه وقلت له طال عمرك ليش ما قلت لي؟ قلت له وقايل لك ما راح ترضى بتقولي لا بلاش، خليك في دراستك. الحين اللي صار صار، حبيت راسه وحبيت خشمه وسامحني رحمة الله عليه، وكانت هذه هي تسمية لشهاد الخليج. طول بعمرك، طبعا احنا مستمتعين في لقائك، نتمنى لك دوام الصحة والعافية. في ختام لقائنا يعني كل الشكر لك، ونبي نعرف كلمة أخيرة ودك تقولها حق مشاهدينك من خلال برنامج ليالي الكويت. أنا بس أتمنى إن شاء الله، مشكور أول شيء على اللقاء، ومشكورين لكل الجماعة اللي وياك الآن خلف الكاميرات، وشاكر التلفزيون من الوزير الوكيل الوكلاء المساعدين وكيل المساعدين شؤون التلفزيون وكل المسؤولين على الاهتمام الكبير الحقيقة في هذا الموضوع. وبنفس الوقت إن شاء الله راح مثل ما قلت لك الأعمال الموجودة عندي ثلاثة هذا إذا ما قدمناها للمستمعين ولابد من تصويرها عشان تكون يعني فيها حياة أكثر. صحيح. راح تكون في يعني انطلاقة أخرى وطفرة في مجال الأغنية الكويتية، أنا واثق من هذا الكلام. تأكيد. وراح يكون في يعني سرور كامل وكبير من الناس حول عندما يستمعوا ويشاهدوا مثل هذه الأعمال. شكرا لكم جميعا. شكر لك. ألف شكر. الله يسلمك. حبيبي. شكرا. الله يحفظك. كلما زادت المحن حولها أوقس الزمن، أصبح الناس كلهم كلمة في فم الوطن، أصبح الناس كلهم كلمة في فم الوطن.